السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. أنا عبد القديم أبو غزالة، واليوم حاب نحكي عن موضوع جدا مهم، واللي هو أفضل لغة برمجة بالعالم. هذا السؤال الكل بيسأله، شو أفضل لغة برمجة بالعالم؟ بالأخص الناس المبتدئة اللي لسه بادية جديد في مجال البرمجيات. هل هناك فعليا لغة برمجة معينة هي أفضل في العالم ولا لا؟ طبعا هذا الموضوع بحب أحكي لك انه مش صحيح، ما في لغة برمجة هي افضل لغة برمجة في العالم، السؤال اساسا هو غلط. طيب شو السؤال الصح اللي لازم نسأله؟ انه شو افضل لغة برمجة بالعالم عشان نبني بزنس معين، يعني نبني برنامج او نظام بعمل شغلة معينة. مثال على السؤال الصح، ما هي افضل لغة برمجة لانشاء نظام ادارة محطات وقود؟ اوكي، نظام يعني سؤال حلو. طب ممكن نسأل سؤال ثاني، شو أفضل لغة برمجة لإنشاء الروبوتات؟ ها هاي كمان سؤال حلو، سؤال صار واضح، هيك بقدر أجاوبك بكل أريحية. لأنه أنت لما سألت السؤال الأول له شو أفضل لغة برمجة بالعالم، أنت غلطت أساسا في طريقة طرحك للسؤال. لأنه مثلا الجافا صعبة جدا أنك تبرمج عليها روبوتكس، مش زي الأردوينو اللي هي أساسا مخلوقة أنك تبرمج عليها روبوتكس. كمثال، اذا انا بدي اشتغل في الانفراستراكشر الافضل اني اشتغل، او بالاوبريتنج سيستم الافضل اني اشتغل مثلا بالسي مش بالجافا. طيب اذا انا بدي اعمل اوبريتنج سيستم ما بعمله على الجافا، ما بعمله على البي اتش بي. ممتاز. طب اذا انا ابدي ابني ويب سايت، معناها البي اتش بي افضل خيار، وطبعا بيجي حسب الويب سايت شو نوع الويب سايت اللي انا بدي ابنيه. هنا بصفي السؤال هو اللي لازم تساله في طريقه صحيحه، يعني انا بدي ابني موقع إلكتروني، شو أفضل لغة برمجة أبني عليها الموقع الإلكتروني؟ برضو كمان بحكي لك ممكن تكون في تولز داخلية ممكن نبني عليها الويب سايت، بس بالنهاية البي اتش بي هي أفضل لغة برمجة لبناء المواقع الإلكترونية الصغيرة مش الكبير الكثير، يعني مش زي أمازون وإي باي وآخره. يعني دبني موقع لأوردرات، أخذ عليه أوردرات لشغلي، ماي أون بزنس، سمول بزنس، أوكي بي اتش بي كويس كثير. بس إذا بدي أبني موقع كبير زي أمازون لا، معناها أنا بروح للغة برمجة ثانية. طب نيجي للسؤال المهم، شو أفضل لغة برمجة موجودة بالسوق؟ هيك السؤال يعني خليني أحكي صار أوضح بشوي. طبعا المجالات مختلفة، مجالات البرمجة جدا واسعة وكبيرة، لكن إذا أنت بدك تسأل شو أفضل لغة برمجة أتعلمها عشان ألاقي سوق عمل، وهذا السؤال كمان بجاوبك عليه بدقة، بحكي لك انت شو ناوي او شو وقتك. انا دائما انسال هذا السؤال، شو اتعلم لغه برمجه؟ طبعا هذا السؤال انا ما بجاوب عليه قبل ما اسال كم من سؤال. اول سؤال بسالك اياه، كم معك وقت في اليوم؟ هل انت متفرغ؟ هل انت طالب؟ هل انت شغال وبتروح تعبان؟ هل انت مر عليك وقت كبير انك تارك مجال البرمجيات وحاب ترجع له وتكمل فيه؟ فأكثر من سؤال هو اللي بيعطيني الملخص. لكن خليني أعطيك الملخص بكل بساطة، إذا أنت مشغول جدا يعني ما معك وقت، لا تفوت برمجيات محتاجة لطريق طويل، لا تفوت لمجال في البرمجة محتاج لطريق طويل، فالأفضل تختصر لحالك. وكمان ممكن ما تتعلم لغة برمجة أصلا، يعني أنا دائما بسأل الناس، يعني أكثر من شخص أسأل بيحكي أنا أتعلم لغة برمجة، فشو بتنصحني شو بتنصحني أتعلم؟ وبكون هو فعليا خريج من جامعة بتخصص تكنولوجيا المعلومات سواء علم حاسوب أو هندسة برمجيات. أنا أول شيء باجي بسأله بحكي له طيب كم معك وقت في اليوم؟ بحكي لي يعني الشخص هذا جاوبني هاي أنا كيس أعطيكم إياها، الشخص حكى لي والله أنا ما معي وقت كبير، يعني أنا بشتغل 12 ساعة وبروح من الدوام فإني صعب ألاقي وقت لحالي. طب هذا الجواب لحاله شو يعني شو بيعني؟ إنه هذا الشخص ما معه وقت أصلا يحك راسه، ما معه وقت، فإنه كيف هذا الشخص بده يتعلم يدخل مجال صعب؟ لأنه عندي أنا في مجال التكنولوجيا، أنا ما بدي أحكي مجال البرمجة، مجال التكنولوجيا عندي طريقين، الطريق للوظيفة طبعا أنا بحكي، الطريق السهل والطريق الصعب. الطريق السهل إذا أنت ما معك وقت وأنت حاب تشتغل فقط في مجالك، يعني أنك ما تترك شهادتك لجانب، أو بشكل عام يعني سواء أنت ما مش دارس أصلا وحاب تشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذا ما معك وقت تقدر تروح لتصميم المواقع الإلكترونية، عليها طلب وفيها رواتب جدا عالية،
وحتى ما اذا ما معك وقت تتعلم برمجه فلا تتعلم برمجه، ممكن تروح لاتجاه الوورد بريس كمثال، انك تعمل مواقع الكترونيه من خلال سي ام اس، عليها طلب عادي جدا جدا جدا، وعليها شغل للفريلانس كثير كثير. فانت ما بتقلق حالك اصلا في الموضوع هذا، يعني خلص ما طالما انك انت عارف شو بدك او ما معك وقت تروح على المجال هذا. اختصر الطريق حالك عن جد، يعني اعرف مكانك وين. هسه لو انت متفرغ او ما عندك مشاكل وما عندك شغل وما بتشتغل وما بتتعب، واهم اشي التعب، لانه عن جد الطريق اللي بحكي لك اياه هو طريق شاق، انا بنصحك حسب المجال اللي في بلدك. يعني اعطيكم كمثال، في بلد معينة راح تلاقي شركة معينة مستلمة مثلا انظمة الحكومة، فهاي الشركة حسب مزاجها، ممكن هاي الشركة تكون شغالة جافا، او ممكن تكون شغالة بي اتش بي، او ممكن تكون شغالة سي شارب. طبعا احنا راح نستبعد البي اتش بي لانه اغلب الشركات ما بتشتغلوا في الانتربرايز ابليكيشنز، فبتشتغل على جافا او على الدوت نت. طيب انا عندي دوت نت وعندي جافا، مين اللي بحكم على السوق اللي ببلدك الحالي؟ اللي هو الشركات اللي مسيطرة، اللي بتضخ في المؤسسات الحكومية وفي البنوك وفي يعني بشكل عام هي اللي مسيطرة على سوق البرمجيات. تمام، هاي بتلاقيها بالعادة بتشتغل نفس التكنولوجي، يعني ممكن تلاقيها تشتغل جافا او ممكن تلاقيها تشتغل دوت نت. تمام، طيب او ممكن بايثون، يعني حتى البايثون يعني لغة مش هينة، لغة ممتازة. فهنا بصفي حسب المنطقة اللي انت فيها، لكن حسب ما انا لاحظت وحسب خبرتي انا شايف في منافسين بالسوق اللي هم الدوت نت والجافا، لكن الجافا اكثر بكثير من الدوت نت الشغل عليها، وهذا لاسباب معينه، انه الجافا اصلا انخلقت لانتربرايز ابلكيشن، انتربرايز ابلكيشنز يعني الابلكيشن الضخمه والابلكيشن الكبيره. يعني حتى في لغه من افرع الجافا، خلينا نحكي اللي جافا اي اي، اللي جافا انتربرايز ابلكيشنز. بالنسبه للابلكيشنز الكبيره هي الجافا افضل خيار بالنسبه لك راح يكون، وبرضه ممكن الدوت نت حسب البلد، يعني هنا بتصفي، يعني مثلا بالمملكه العربيه السعوديه الجافا هي المسيطره وهي اعلى رواتب. بالنسبه لسوق الاردن كمثال راح تلاقي جافا وراح تلاقي دوت نت متوازنين. تمام، فبلاد الثانية صراحة أنا ما بعرف كثير، أنا بس شفت بمصر يعني كمان الدوت نت، عفوا الجافا منتشر كثير بمصر، فهنا بتصفي حسب البلد. بس أكثر إشي وكل العالم مشترك فيه اللي هو موضوع الجافا. طبعا موضوع الجافا طريق جدا طويل، ورح نحكي رود ماب لها، يعني كيف تبلش بالجافا من الصفر لحد ما توصل لمرحلة متقدمة جدا. وأنا بنصح بالنهاية نصيحة، إذا أنت عن جدك تبلش في مجال تكنولوجيا المعلومات، اختار المجال الصحيح اللي تبلش فيه بناء على وقتك، على معلوماتك في السابقة. إذا أنت ما بتعرف ولا إشي مثلا في البرمجة، هنا بتفرق كمان أنت عمرك صغير ولا عمرك كبير. إذا عمرك صغير أنا بنصح أنك تروح جافا يعني بدون أي شك، حتى لو أنت قررت تغير في المستقبل لدوت نت مش راح تواجه صعوبة، لأنه بالنسبة للغة الجافا ولغة الدوت نت أو السي شارب كثير متشابهة. لكن لو أنت ما معك مجال وعمرك يعني مثلا ما بسمح، أو يعني خلينا نحكي وقتك ما بسمح لأنك تتعلم، روح مجال مختصر جدا واللي هو مجال تصميم مواقع الإلكترونية، في طلب كثير وفي رواتب عالية ممكن تبدع فيه وبدون ما تتعلم أساسا برمجة من خلال الووردبريس. بالنهاية بحب أحكي لكم لا تنسوا تكتبوا لي أي شيء بالتعليقات بدكم إياه، واعملوا لي لايك وفعلوا لي زر الجرس، ويعطيكم العافية جميعا.